بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan adakan seperti mana biasa untuk bacaan Yasin dan juga kita bertahlil. Yang mana bacaan pada malam ini ada beberapa senarai nama, memohon hajat, dan insyaAllah selepas solat isyak kita akan laksanakan solat sunat hajat. Jadi bacaan Yasin pada malam ini juga sama-sama kita niatkan untuk ada beberapa orang jemaah kita di masjid ini, iaitu pertamanya untuk Haji Zakaria kita, memohon untuk diberi kesihatan, dikurniakan kesihatan, dan seterusnya kepada Hajah Rohani binti Musa yang akan berangkat menunaikan umrah pada 25 hari bulan 11 2023. Beliau akan berangkat sekeluarga dan memohon untuk dipermudahkan segala urusan beliau ke sana. Begitu juga untuk hajat yang berikut adalah seorang kanak-kanak bernama Ahmad Dailami bin Omar, agar diberi kesembuhan yang segera daripada penyakit yang dialami. Jadi ketiga-tiga hajat ini bolehlah kita niatkan sama untuk diberi keselamatan dan juga kesihatan, dan seterusnya hajat-hajat kita juga kita boleh sertakan samalah insya-Allah. Dan seterusnya kita akan mengadakan juga tahlil ringkas di akhir bacaan Yasin ini insya-Allah. Jadi semoga segala hajat-hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ada seorang lagi, Puan Rohani binti Musa. Puan Rohani bin Musa akan menunaikan umrah juga pada 25 hari bulan 11. Yang tadi Puan Hajah Azizah binti Muda. Ini adalah keluarga, salah seorang keluarga daripada Haji Zakaria bin Ali insya-Allah. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
إنا جعلنا في أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ألا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البهار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا واكفك رجانا وادخلنا في نزول لطفك المصون بسر كونك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدم ونهدي إلى حضرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريات وأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم اللهم ثوابا مثل الثواب ذلك إلى أرواح من اجتمعناها هنا اللهم اجعل في صحائفنا وسادات الحاضرين ووالدهم الجميع برحمة ورضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بني السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحد إلى جنتك جنة الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا
وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل.